أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. انتهى بنا الحديث في اللقاء السابق عند استعراض أول السورة الكريمة، وأول السورة الكريمة كما ذكرنا فيه إشارة إلى موقف المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلى بعض افترائهم، وإلى ما واجهه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم تجيء هذه الآيات التي سندرسها في هذا اللقاء لتذكر أمثلة مما واجهه أنبياء الله عز وجل إخوانه عليه الصلاة والسلام من الأنبياء السابقين، ما وجهوه من الصد والإعراض وموقف أممهم المكذبة. وابتدأت الآيات الكريمة بقصة نوح عليه السلام. فبعد أن قال عز وجل: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، يعني فريق الإيمان المؤمنين وفريق المكذبين، أعقب ذلك بضرب مثال على أحوال أولئك الذين، أحوال الفريقين عندما تأتيهم رسل الله بين مؤمن ومكذب. فقال عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا. قوله ولقد أرسلنا، لقد هذه للتحقيق والتأكيد، لتأكيد إرساله عليه الصلاة والسلام نوحا إلى قومه: إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. حقيقة فيها وقفات هذه الآية. أولا انظروا الوضوح في الدعوة إلى الله عز وجل، وضوح المهمة، وضوح الغاية، وضوح الهدف، وضوح المقصد. ماذا يقول الله عز وجل؟ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، فهو تحديد إلى الجهة التي يرسل إليها، إلى قومه: إني لكم نذير مبين، تحديد المهمة، ألا تعبدوا إلا الله، تحديد هدف في الدعوة وما الذي يريده منهم. ثم قال: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، عاقبة الإعراض والصد. فهو الحقيقة اختصر الدعوة كلها في هذين السطرين، وهذا يعكس وضوح الرؤية عند الداعية إلى الله عز وجل، وهو يدعو الناس ويعرض عليهم بضاعته، أن يكون واضح محدد بحيث لا يلتبس على الناس ولا يشتبه. مع هذا الوضوح وهذا البيان، ماذا كان موقف قومه من دعوته؟ قال الله عز وجل عنهم: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. وتأمل دخول حرف الفاء حيث يقول: فقال الملأ من قومه، بمعنى أن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب، يعني أن قولهم ومبادرتهم إلى هذا الجواب دون تفكر، دون تأمل، مباشرة، ما إن دعاهم إلا قالوا هذا القول. وهذا الحقيقة حال لا تصدر إلا ممن لم يتأمل الأمر ولم يتبصر فيه. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، وتخصيص القول بالملأ، أصل الملأ هم السادة والكبراء، لأن الحقيقة الذي يواجه دعوة الأنبياء الله عز وجل والدعاة إلى الله والمصلحين من أتباع الأنبياء هم هذا الملأ الكافر، كبراء الناس ورؤساءهم وقادتهم والوجهاء هم الذين يواجهون دعاة الله من الأنبياء وغيره، وهم الذين يصدون الناس
عن سبيل الحق. ولذلك قال الله عز وجل في الآية الأخرى: وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. فأعظم أسباب ضلال الأمم هؤلاء السادة والكبراء، لأن عندهم مكاسب دنيوية يخشون ذهابها بسبب الإيمان، لأن الإيمان بالله يحرر الإنسان من العبودية لغير الله. وهؤلاء السادة والكبراء قد استعبدوا الناس، ولذلك يقفون أول من يقف في وجه الدعوة إلى الله كما سنلحظ في هذه السورة كلها، أول من يقف في وجهها أولئك الملأ الكافر. قال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا. انظروا الآن ما هي الأسباب التي جعلتهم يكذبون. يقولون: ما نراك إلا بشرا مثلنا، فأنت بشر يجب أن تكون ملك. وهذا جهل بطبيعة الرسالة وطبيعة الرسول. الرسول أصلا لماذا جاء؟ ليبلغهم رسالات الله، ليعلمهم الحق والباطل، ليقتدوا به. لو جاءهم ملك في صورة الملك الحقيقي كيف سيأنسون به؟ كيف سيتلقون عنه الشريعة؟ كيف سيقتدون به؟ يكفي أن يقول: هذا ملك وأنا ما أستطيع أقلده، عنده طاقة وقدرة ليست مثلي، فلا أستطيع أن أقتدي به. فإذن هم جهلة بطبيعة الرسالة ومهمة الرسول. ثم هل هم الذين يرسلون الرسول حتى يتحكموا في نوع الرسول؟ إذن هذا السبب الأول: قال ما نراك إلا بشرا مثلنا، يعني ليش تتفضل علينا؟ ليش أنت الله الذي يختصك؟ وهذا اعتراض على اختيار الله عز وجل. ولذلك رد الله عليهم في الآية الأخرى: الله يصطفي من يشاء ويختار. وقال عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هو الذي يصطفي عز وجل، وهو الذي يختار. ثم قالوا أيضا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني ما اتبعك الكبراء والرؤساء، وإنما اتبعك الأراذل، أراذل الناس، جمع أرذل وهو الحقير من الناس، يسمون الضعفاء من الناس يسمونهم أراذل، لأن المقاييس عندهم مختلة. كم نسبتك؟ كم عندك في البنك؟ كم رصيدك في البنك؟ كم عندك من قوة والجاه والسلطة؟ هذه هي الموازين، وهذه موازين أرضية مختلة ليس لها أدنى اعتبار عند الله عز وجل، ولذلك لا يلتفت الله لها ولا ينظر إليها، وليست أثر يحكم على الإنسان، وهي غير مؤثرة في الحكم على الإنسان. قال: أراذلنا بادي الرأي. وهذا تهمة أخرى، حيث يقولون بادي الرأي، يعني أن هؤلاء الأراذل من صفتهم أنهم يتبعون الشيء دون أن يكون لهم رأي، مجرد يظهر لهم أي شيء يتابعونه، رأيهم بادي، يعني يأخذون بالرأي الظاهر فقط، ما يتعمقون، ما ينظرون إلى الخبايا الأمور وإلى الأسرار وإلى ما وراء المقاصد. إذا كان هؤلاء الأراذل لا يفعلون، ليست هذه صفتهم، فإذا معناها أنهم هم أصحاب الرأي الذين ينظرون إلى خبايا الأمور وما يستتر منها، فهم يذمون غيرهم ويزكون أنفسهم. بادي الرأي: وما نرى لكم علينا من فضل، ليس لكم علينا أي فضل لا ولا تميز، فلماذا يختارك الله؟ بل نظنكم كاذبين. الظن في اللغة يأتي الشك، وقد يطلق الظن ويراد به الجزم واليقين والتحقق، مثل قول عز وجل: فما ظنكم برب العالمين، مثل قوله: الذين يظنون، يعني يوقنون. لكن يأتي الظن بمعنى الشك، والآية تحتمل الأمرين، وعلى الاحتمالين هم مذمومون. إن كان بمعنى الشك فهذا أيضا كيف يعني يكذبون بمجرد إيش؟ الشك. إنسان ما يكذب بشيء إلا إذا كان متيقن أنه باطل، هذه واحدة. إن كان الظن هنا بمعنى اليقين فأيضا هم مذمومون، لأنهم ما ذكروا من أسباب يقينهم أسبابا منطقية، قالوا أنك بشر وإن تبعك الضعفاء وما نرى لك علينا من فضل، وهذه ليست أسباب تجعلهم يتيقنون بكذب النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا الكلام؟ بل نظنكم كاذبين. طيب، أمام هذا الكلام المملوء تبجح ومملوء غرور والطعن في الناس،
ماذا كان جواب نوح عليه السلام؟ جواب ورد في غاية الصبر، في غاية الحلم، في غاية العقل وأخذهم بالحلم والصبر. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، يعني على طريقة واضحة لا شك فيها ولا تردد، على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، وهي الهداية للحق وإصابته ومعرفة، فعميت عليكم، يعني خفيت عليكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ يعني يقول هب يا قومي، يعني خلونا نأخذها من باب عقلي منطقي، على فرض يقول لو كنت أنا على بينة، هب أنني على بينة واضحة من الله، وأن الله رحمني، وأنكم في المقابل عميت عليكم هذه الرحمة والهدى، هل أملك أن ألزمكم بمتابعتي؟ ما أملك ذلك وأنتم لها كارهون. هذا أمر. ثم قال لهم ويا قومي لا أسألكم عليه مالا، وهذا كثيرا ما يأتي عند الأنبياء أن يؤكدوا على هذا المعنى، دائما تجدون الأنبياء يقول لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله، ونبينا يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إذن الأنبياء يركزون على هذا المعنى لأن دائما وإلى يومنا هذا كل الصادين عن سبيل الله المعرضين عن الحق دائما يتهمون الأنبياء ودعاة الحق من أتباع الأنبياء بأنهم أصحاب مطامع ومطامح وأهداف ومرامي، دائما هذه تهمتهم. ولذلك يجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يركزوا على هذه القضية، أنهم ليسوا أصحاب مطامع وليس لهم أي هدف دنيوي، ولذلك يعني مستشعرين قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ربه قل لا أسألكم عليه أجرا. وهذا من خصائص دعوة الأنبياء التأكيد على هذا الأمر، أنهم ليس لهم أي هدف ولا مقصد، وهذا يجعل الإنسان يجعل الناس يتقبلون دعوتك وما تدعوهم إليه، لأنك لست صاحب مطمع ولا مطمح. قال وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم، لأن لا يملك الإنسان أن يبعد المؤمنين، لأن هؤلاء آمنوا بالله عز وجل فلا يملك صدهم حتى لو كان النبي. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم، يعني الله هو الذي يجازيهم، إن كانوا محسنين جازهم وإن كانوا مسيئين عاقبهم، أما أنا فليس لي أن أفعل ذلك. إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، يعني مع ذلك وبصدق وأمانة أرى أنكم تجهلون، يعني فيكم الجهل، كيف تردون الحق بأسباب لا دخل لها؟ يعني هل قال قوم نوح إن الحق الذي جئت به ليس فيه كذا وكذا من العيب، فيه هذا الضلال، فيه هذا الانحراف؟ أبدا ما قالوا ذلك، ولذلك قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال الله عز وجل ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون، يعني لأن الله بل أمره أن يبلغ الرسالة، فإذا آمن به أحد لا يستطيع أن لا يقبل إيمانه أو أن يرده، لأنه بذلك يكون خالف المهمة التي بعثها بها الله عز وجل. فمن ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ثم قال لهم بعد أن لمزوه بالضعف وقلة المال وقلة السعة الدنيا، قال يا قوم لا أقول لكم عندي خزائن الله، الخزائن المكان الذي يخزن فيه المال ويجمع، قال يا قوم لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، يعني ليس عندي خصائص تجعلكم، يعني خصائص خارقة للعادة تجعلكم تتابعونني، أبدا أنا بشر مثلكم، ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، إن الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. لو قلت شيئا من هذا، من هذه الأمور، لو ادعيتها فأنا ظالم، لأن هذا ليس في
وانظروا يعني التجرد في الدعوة إلى الله والوضوح وعدم الانجرار إلى طريقة أولئك المكذبين. بل نعم، أن حينما تقول إنني لا أملك مال، نعم أنا لا أملك مال. حينما تقول إنني بشر، نعم أنا بشر. حينما تقولون أنني اتبعني البسطاء من الناس، نعم، ولا عيب ولا عيب في ذلك. إني إذن لمن الظالمين. الحقيقة هذه الآية الكريمة فيها، أو هذه الآيات الكريمة وفي خطاب نوح، فيها أسلوب الحوار الهادئ الذي لا ينفعل مع شدة الإعراض، مع التجني الذي يفعله أولئك الناس. يعني فعلا تشعر من كلامهم أن فيه تجني وفيه سوء أدب بالا، ومع ذلك ما استفزه هذه الإساءة، بل كان صابرا حليما في غاية من الهدوء في الحديث، وكلامه معهم في غاية من الرأفة والرحمة بهم. أيضا الآية تدل على أن الدين، على أن دين الله ليس حكرا على أحد. ما هو الله عز وجل لم يرسل رسله لطائفة خاصة من الناس، أصحاب مواصفات خاصة، لا، بل هذا الدين هو للخلق جميعا، غنيهم وفقيرهم، شريفهم ووضيعهم، كبيرهم وصغيرهم، عربيهم وعجميهم، هذا الدين للجميع ليس حكرا على أحد. ولذلك ما ملك نوح عليه السلام أن يطرد أحدا من المؤمنين حتى لو كانوا أراذل في زعم أولئك المكذبين. وأيضا الآيات تؤكد على حقيقة طبيعة النبي، طبيعة الرسالة، طبيعة المهمة، أن الله بعثه لينذر الناس ويبين لهم خطأهم وضلالهم، وليس شيء أكثر من هذا، وليس شيء بعد ذلك، بل هو يأمر ويبلغ الناس دين الله عز وجل. ثم أمام هذه الدعوة، أمام هذا الكلام الواضح البين، أمام هذه الحجة القاطعة، ماذا كان جواب قوم نوح؟ كان جوابهم جواب العاجز الذي انقطعت حجته. فماذا قالوا؟ قالوا: يا نوح، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هذه طريقة المكذبين بالله، تنقطع بهم الحجة، تنقطع براهينهم، تنقطع أدلتهم، ما يبقى عندهم شيء، يعني يفلسون في هذا الجانب، فيلجؤون إلى الحماقة ويقولون: أنك جادلتنا، أكثرت الجدال، يكفي، ائتنا بما تعدنا. استعجال للعقوبة. وهذا كل المكذبين لأنبياء الله قالوا ذلك، كما سيأتي معنا استعراضه. ومع هذا، حينما يقولون هذا الكلام الدال على يأسهم وعجزهم المفضع، أيضا ما هذا الكلام لا يستفز نوح عليه السلام فيخرج عن الإطار الذي كلفه الله به. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ليس بيدي أن أعذبكم حتى لو أردت ذلك، بل الأمر لله عز وجل. فقال: إنما يأتيكم به الله إن شاء، يعني إن أراد، وإذا أراده ما أنتم بمعجزين، يعني لا تفوتون الله إذا أراده. ثم قال: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ويقول لهم: يعني مهما أنا أجتهد في نصيحتكم وتبليغكم الحق، إن كان الله لم يرد هدايتكم ولا توفيقكم إلى سبيل الحق، فإني مهما أوتيت من البلاغة، مهما أوتيت من الحجة، مهما أوتيت من الأدلة، إنني لن أستطيع هدايتكم، لأن الله ما أراد ذلك. إن كان الله يريد أن يغويكم، يعني إن كان الله يريد إضلالكم عن الحق، هو ربكم، يعني هو مالككم، الرب المتصرف في خلقه، هو ربكم وإليه ترجعون، فيحاسبكم على أعمالكم. عندئذ، بعد أن عرضت الآيات الكريمة
لدعوة نوح دعوة واضحة، إلى حجج قومه حجج واهية، وجوابهم عن قول نوح. يقول الله عز وجل: أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. اختلف المفسرون في هذه الآية، بعضهم قال إنه لا زال الكلام في سياق دعوة نوح، يعني يقولون افتراه يعني افترى هذا الكلام ولم يرسله الله فعلي إجرامي. الإجرام من الجرم وهو اكتساب الإثم، يعني فعلي ما أكتسبه من إثم وعليكم ما تكتسبون. وقيل إن الآية جملة اعتراضية تشير إلى قول كفار مكة، جاءت في سياق الكلام، ولكن الأول هو الأولى لأن سياق الكلام يأخذ بعضه بحجز بعض. ثم قال عز وجل بعد ذلك: وأوحي إلى نوح أنه ليؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وأوحي إلى نوح أنه ليؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. نزل عليه الوحي من الله عز وجل بالحقيقة القاطعة أنه لن يؤمن بعد ذلك أحد إلا من قد آمن، ودخول حرف قد للتحقيق، يعني إلا من تحقق إيمانه. المتردد لن يؤمن، الشاك لن يؤمن، المكذب أصلاً لن يؤمن، فقط لن يؤمن بك ويتابعك إلا من قد رسخ وثبت إيمانه قبل ذلك. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. الابتئاس افتعال من البؤس، يعني فلا يصيبك الهم والحزن بسبب هذه الحقيقة. وعندئذ بعد أن تأتي هذه الحقيقة يأمره عز وجل أن يتجه إلى فعل أسباب نجاته هو ومن آمن. قال: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. أمره عز وجل أن يصنع الفلك وهي السفينة بأعيننا، بمرأى منا وحفظنا ورعايتنا لك، ووحينا يعني تعليمك أيضا. فهو يصنع هذا الفلك بأمر الله وبمرأى من الله وبتعليم من الله عز وجل. بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يعني حتى مع 1000 سنة إلا 50 عاما ما آمنوا به، وقال عن الذين آمنوا فما آمن معه إلا قليل، ومع ذلك نوح حتى بعد هذا ينهاه ربه أن يخاطبه على سبيل الرحمة والشفقة والشفاعة لقومه، أن يؤخر وأن ينظر. انتهت المسألة، ليس هناك، حتى الله عز وجل ينهاه عن مجرد طلب الإنظار لهم. وانظر مقدار الشفقة والرحمة التي جبلت عليها قلوب أنبياء الله عز وجل ورسله. بعد ذلك نوح عليه السلام الذي ما ترك شيئا لدعوة قومه إلا فعله، يأتيهم ليلا ونهارا، يغشاهم في أنديتهم، في مجالسهم، في أماكن إقامتهم، يدعوهم جهارا نهارا، يدعوهم جماعات وأفراد، 24 ساعة دعوة إلى الله. فجأة يقطع ذلك كله فلا يكلمهم ولا يغشى أنديتهم ولا يذهب إلى أماكن اجتماعهم، لا يخاطبهم، يترك هذا كله ويتجه هو ومن آمن معه إلى سفينة يصنعونها، أخشاب أعواد يصنعون منها سفينة. يصنعون السفينة أين؟ في مناطق ليس بقربها بحر وليست قريبة من بحر، حتى إن الأمر أثار سخرية قوم نوح. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه، يقولون يعني هذا الذي كان طول وقته ليله ونهاره يدعونه يعرض عنا كله ويتجه إلى سفينة يصنعها في هذه المنطقة التي ليس بقربها بحر، هل يا ترى سيسبح فوق السحاب أم فوق الجبال من باب السخرية؟ وهذا سبحان الله من
من إملاء الله عز وجل وإمداده للمكذبين به، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني ما منهم موقف قال هذا الذي ما ترك من سبيل إلا وفعله، إلا 50 عاما يدعونا في لحظة يدع هذا كله، ليش؟ على الأقل ما سألوا هذا السؤال، ولذلك يسخرون. وماذا كان جواب نوح ومن معه؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. إن تسخروا منا لأن نصنع هذه السفينة في هذا المكان، فنحن نسخر منكم لجهلكم بما ينتظركم وما سيحل بكم. والحقيقة إن السخرية هي من طباع وأخلاق المكذبين لرسول الله، دائما تجدهم يسخرون. وانظروا لمن في حال كثير من الناس الذين يسخرون بدين الله عز وجل، ويسخرون بالمتمسكين به الملتزمين به، هذه حالهم دائما الاستهزاء والسخرية، وهم في ذلك أشبه ما يكون بالمكذبين لرسل الله عز وجل. وفي الآية الكريمة أيضا إشارة إلى قول الله عز وجل فيها إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يقول لهم نوح إن تسخروا منا لأننا قد انشغلنا بصناعة هذه السفينة فإنا نسخر منكم بسبب ضلالكم وجهلكم بما ينتظركم من العقوبة، فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لما؟ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. من يأتيه العذاب الذي يخزيه غاية الخزي، والخزي مقصود به أشد أنواع الذل والهوان. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه، يعني يحل عليه عذاب مقيم. سبحان الله، هذه الآية فيها إشارة إلى أن العذاب سينزل بهم عذاب عظيم لا يدع منهم شيئا، ولذلك قال يحل عليه، والحلول النزول بالمكان، كأنه عذاب ينزل بهم يستقر عندهم. ولم يكتفي بهذا بل قال ويحل عليه عذاب مقيم، فهو يحل وأيضا يقيم بهم، فمعناه أن هذا العذاب لن يدع منهم أحدا ولن يترك منهم أحدا. وتأملوا حينما قال ويحل عليه عذاب، عذاب هذه جاءت بصيغة النكرة، ودائما خذوها قاعدة عامة، النكرة في القرآن إما أن تقتضي التقليل والتحقير أو التفخيم والتعظيم، وهنا جاءت يراد بها التفخيم والتعظيم. كيف نفرق بين أن تكون النكرة من باب التقليل أو من باب التفخيم؟ بحسب السياق، السياق حاكم على ذلك، فالسياق إذا كان يقتضي التقليل فهي كذلك، وقد يأتي السياق يقتضي التفخيم، وسياق الآيات هنا يقتضي تفخيم تلك العقوبة التي تنزل بأولئك المكذبين. وهذه الآيات الكريمة الحقيقة فيها يعني عدد من الإشارات التي يحسن التأكيد عليها. الأول أن ترك نوح لدعوتهم وانصرافهم عنهم كان بأمر الله عز وجل، جلس 1000 سنة لا يتردد في دعوتهم ولا يتأخر. وقرأوا أول سورة نوح عليه السلام، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فهو اجتهد غاية الاجتهاد في دعوتهم، لم يتوقف لحظة، لكن لما جاءه الوحي من الله انتهت المهمة، انتهى البلاغ،
انتهى دورك توقف، لأنه أصلا ليس له هدف، ليس له مغنم أو مكسب من دعوته، بل هو ينفذ أمر الله. من أمره بالبلاغ أمره بالتوقف، فيكف عن هذا كله وعن دعوته. ولما بين الله له عز وجل أنه لن يؤمن أحد من قومه، جاء الاستدراك في الآية قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا. وهذا يكشف عن جزء مما انطوت عليه قلوب الأنبياء والمرسلين من الرحمة بأممهم والشفقة عليهم. وسيأتي في ثنايا الآيات ما يدل أيضا على هذا المعنى. وهذا سبحان الله صفة ملازمة لكل داع إلى الخير، صفة الرحمة والشفقة والرأفة بالناس، هذه صفة ملازمة لكل داع إلى الخير. كل أتباع الأنبياء من الدعاة والمصلحين كلهم ما تشك، بل لا يشكل عليك ولا يصعب عليك أن ترى معاني الرحمة والشفقة فيهم، في أقوالهم، في سلوكهم، في تصرفاتهم مع الناس. وهذه صفة لا تبارح الدعاة إلى الله. السخرية، الغفلة المطبقة عن الحق، هذه أيضا صفة تميز كل من أعرض عن سبيل الله وصد عنه. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك، بعد أن صنع السفينة، قال الله عز وجل حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. قول حتى إذا جاء أمرنا، المقصود يعني أمر إغراقهم، أو جاء الأمر يعني الشأن الذي وعدوا به، وهذا وذاك قريب المعنى منه، يعني الأمر المتعلق بإغراقهم. قال الله عز وجل حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، فهنا ترى اقتران بين مجيء الأمر يعني مجيء العذاب وما قضى الله وفوران التنور. وهنا وقع خلاف بين المفسرين في معنى وفار التنور. أولا، التنور المراد به الفرن الذي يخبز فيه الخبز، وهذه موجودة قديما، يعني أفران تصنع على الأرض خاصة وتحفر في الأرض، تكون خاصة بصناعة الخبز ونحوه. وقد اختلف المفسرون في معنى أو المقصود بهذه الآية. قوله وفار، الفوران هو الغليان، أصل الفوران غليان القدر، فإذا معنى فار التنور يعني ظهر الماء فيه وتقلب وخرج منه. أصح القولين في معنى فوران التنور أحد أمرين، إما أنه على ظاهره والمقصود به فعلا خروج الماء من تحت الأرض من فم التنور، فجعل الله عز وجل ذلك علامة لنوح إذا فار التنور أن يركب السفينة، معناها أن العذاب قد قرب عليهم، قرب نزوله بهم. هذا قول، وهو ظاهر الآية. المعنى الآخر أن قوله وفار التنور يعني المقصود به قرب، إن الأمر اشتد وقرب نزول العذاب بهم، مثل قولك حمي الوطيس، الآن تقول الآن حمي الوطيس، الحقيقة ليس هناك شيء يحمى، وإنما المقصود شدة الأمر، مثل قولك بلغ سيل الزبا، يعني وصل أعلى شيء، وليس بالضرورة أن هناك سيل قد بلغ. تقول وفاضت الكأس، مثلا شخص يعني أغضبك تقول فاضت بي الكأس، وليس هناك كأس حقيقية تفيض، إنما هذه ألفاظ عربية أمثلة يقصد بها أن الأمر خلاص وصل إلى حده ونهايته. فمعنى فار التنور يعني وصل الأمر إلى
حده إلى خلاص الآن ستنزل بهم العقوبة، عندئذ تصعد على أنت ومن معك على السفينة. فإذا جاء حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، يعني احمل في السفينة من كل زوجين، الزوجين مثنى زوج، والزوج يطلق على كل مقترنين، كل مقترنين يسمى كل واحد منهم زوج، يقال للمرأة زوج وللرجل زوج باعتبار أي شيء أنهما مقترنان، فكل مقترنين يسمى كل منهما زوج سواء اجتمع أو انفرد. ولذلك قال من كل زوجين اثنين، يعني المقصود به الذكر والأنثى من كل نوع، وذلك لأن العذاب الذي سيأتي سيهلك قوم نوح والأرض جميعها، فبعد حفظا لبقاء نوع الكائنات أمر الله عز وجل أن يصطحب معه في السفينة هذه من كل نوع من أنواع الكائنات زوجين. ثم قال عز وجل وأهلك أهل الرجل يعني أهل بيته، وأهلك إلا من سبق عليه القول، يعني احمل فيها أهلك إلا من سبق عليه القول أنه لا يكون من أهلك أو أنه لا يكون معك. ومن آمن يعني واحمل أيضا من آمن بك من المؤمنين. ثم قال عز وجل وما آمن معه إلا قليل. هذه الآية الكريمة فيها إشارة إلى مسألة حقيقة ينبغي أن يتفطن لها الدعاة إلى الله عز وجل. نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة وهو يدعو قومه بدون كلل بدون ملل، وبعد هذه 1000 سنة آمن به أناس. كم مقدار هؤلاء الذين آمنوا؟ يصفهم الله بقوله وما آمن معه إلا قليل، يعني قليل من الناس. ومع ذلك نوح عليه السلام هو أول الأنبياء وهو من أولي العزم، لأن مسألة الإيمان والهداية والقبول والانقياد هذه ليست بيد أحد من الناس، لو كنت ما كنت ليست بيدك، هذه بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، قلوب العباد بيد الله عز وجل، هو الذي يهديهم وهو الذي يضلهم. لكن ما الواجب عليك أنت؟ الواجب أن تبلغ رسالة الله عز وجل أتم بلاغ وأبلغه وأوضحه. أما أثر ذلك في الناس، مدى انقيادهم، مدى قبولهم، مدى تسليمهم، مدى متابعتهم للحق، هذا لست مسؤولا عنه ولا يسألك الله عنه يوم القيامة، لكن الذي يسألك الله عنه يوم القيامة هو التبليغ للحق بوضوح والدعوة إليه والجد في هداية الناس للحق. أما أثر ذلك في الناس فلست مطالبا به ولا يسألك الله عنه. نعم قد ترى ثمرة عملك وترى الناس انقادوا إلى الحق وقبلوا، وقد لا تراها، ولكن هذا لا ينقص من أجلك شيئا. ولذلك كما ذكرنا في الحديث قبل قليل، ويأتي النبي وليس معه أحد، نبي من الله عز وجل موحى إليه ومؤيد بالملائكة ومؤيد بالأدلة والمعجزات، ومع ذلك ما يقبل دعوته أحد. فإذا هذا يجب أن يكون الدعاة إلى الله، إلى المصلحين أتباع الأنبياء السائرون على طريقهم، يجب أن يكونوا على وعي من هذه الحقيقة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.